صحيح انه نحذر، هذا كلامي موجه لاحد الفقرات اللي تجيك اخر الليالي وما عندها الا الحسي. صح والله ما عندها الا الحسي. تعال 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 انا احس في خاطر كلام. تعال لا 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 ما عندهم الا الحسي والله جد. احنا نقدر نقد باسمي باسم المتسابقين بس بدون ظلم، لا تظهرني بشكل غير حضاري. نعم الرجل هذا محترم وجاي من بيته محترم. نعم. وجاينا يقدم رسالة ويبهج الناس. اسمه بهاج، بهجة الواقع. تظلمه بال... الله يرفع قدرك ويرحم والديك. كمل الله يرحم ابوك. تظلم المتسابق باتهامك له انه مع جوال وتوهم الناس انه مع جوال. الله فوق. على فكرة ممكن اقول لك شيء؟ ترى في موظفين معنا، وانت فاهمها بس بيني وبينك يعني، موظفين معنا هنا عرفت يدفع له فلوس، يعني يدفع له رواتب عشان فهمت الفكرة؟ عشان يغرب السمعة قبل من الناس. بس الله فوق. اعلم ان فيه عجز في بيوتهم يدعون على اللي يظلم ورعانه. اكيد انك تقصد فهد معيان، واضح كلامك. واضح كلامك يا باج، مضايقكم ومتعبكم وكل شوي باثركم. عارف يا اخي عطهم راحتهم يا اخي، اشغلتهم في انفسهم. اشغلتهم في انفسهم يا فهد معيان. لا لا ما قلت فهد معيان، انا قلت فهد معيان. لا بس انا حسيت في خاطرك. لا معلش يا اخي قول فضفض يا اخي خلاص. تعبنا احنا ساكتين. لا 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 تعبنا احنا ساكتين. اطلق بهاج الصريح اللي في داخلك. تفضل عبد الله. لا تعطي، خلي شجاع. لا تعطي، لا بارك الله في الكتمان. لا تعطي، لا تعطي شخص. باقي 6 دقائق. ها 6 دقائق. لا تعطي شخص اكبر من حجمه. انا اشوفكم طولتوا زياده في حكي واخر اللي. انا اشوفكم انكم اتفق. متى وقتهم؟ متى وقتهم؟ متى وقتهم؟ متى اخر اللي؟ اخر متى وقتك؟ اول اليوم. صح صح بيض الله وجهك. شكرا يا ثامر. ما تطول. لا بس ما يقارنون، ترى ما يقارنون. خلينا نسحب تغريده، ايش رايك؟ خلينا نسحب تغريده صراحه ما ادري ايش اقول يعني بس الله